ورجعت لكم تاني. انا لقيت الناس ما اعترضتش، فبالتالي ده اشارة ممكن تبقى بالنسبة لي ايجابية، معناها ان انتوا عجبتكم، يمكن الله اعلم. فاحسننا منكم تاني، تقولوا لي وتعالوا نشوف مع بعضينا الجزء التاني من داينج لايت، وده الفيديو رقم 2 من الووك ثرو، او بنمشي نقعد نلعب ونعمل ميشنز نتعلم مع بعض ونبص ونكتشف مع بعضينا الموضوع. ممتاز. طيب خلينا بقى نشوف، احنا هنا عندنا الستوري كويست، كان عندنا شويه حاجات هنا المفروض عايزين نعملهم. فينش ذا تشالنج، فايند ماركو ووتر، ماشي ممكن نعملها دي. فايند ذا ميسنج سبلاير اند انفستيجيت ذا نيو ثريت، شكلها حلوه نيو ثريت ديت. طيب انا شايف مبدئيا كده، وعندنا شويه اكتيفيتيز كمان. طيب هي الاكتيفيتي دي فين؟ في اتنين هنا، تعال نشوف على الماب. دي الارايفل، فدي الستوري، وبعدين انا مكاني في النص هنا، في هنا ذا ماستر بروورز بيز، هندينا تشانس تو فايند شويه حاجات لطيفه، فممكن نبقى نروح له. ده هنا في حاجه، دي دي ال سي، دي البارتيسيبيشن بتاع التورنمنت، ممكن ابص عليها. الدارك هولو، هنا في فورسيكن ستور، في حاجات كتيرة جدا الزرق دول، بس احنا مش قادر. عايز ليفل 4، ده بتاعت المية، ده ذا بول ان يور كورت، ماشي. في ايه تاني؟ او احنا قلنا في الاكتيفيتيز اسمهم ايه؟ جي ار اي نورمالي، ده بيظهر بس بالليل. ماشي، ودول التشالنجز، ماشي. وعندنا هنا دول، دي اللي احنا شايفينها. تعال ناخد دي. فين بقى دي؟ هي دي؟ اوكي. طيب in that case we need to go there. Let's do it. احنا اصلا بالليل، دي مصيبة. It's not required to be at night. فليه ليه نتعب نفسنا يعني؟ صح؟ خلينا نعيش حياتنا وننام براحتنا. كده احنا بقينا الصبح 8 الصبح اهو، نروح بقى نتجه ده. في مخرج من هنا، ممتاز. كنت مخرج منه ليه ده؟ تعال نشوف ايه الاخبار. بسم الله، ماشي. احنا المفروض فين؟ فين الحاجة؟ العلامة فين يا ولد؟ انا المفروض اروح كده. طب خلينا نعمل زوم ان. اسمها هورس، لا اسمها اكسبايري اوف داتا تشالنج. اي بس كده، فين بقى انتي؟ ممتاز، يلا بينا. تمام، ايه الاخبار؟ طب الحمد لله. خلينا نروح على الميشن اللي هناك. يا نهار ابيض، معلش انا اسف، اسف على ازعاج. يا نهار ابيض، بس 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 اهدى اهدى، اهدوا اهدوا، مش عايزين وجع راس. هو ده، روح روح بس كده. فين بقى ال، احنا قربنا منها، ماشي. انا المفروض اروح كده، ممتاز. في حاجة ننزل منها؟ هنقع نتبهدل؟ طب يا نهار ابيض، يبقى ننزل من الاسانسير العظيم ده.
Water runs out, we're all gonna be fucked. Yeah. مساء الخير. ده في حد من البني ادمين شافني. مساء الخير عليكم. انتوا كلكم مع بعض. طب تعال. الله ده في زومبيز كمان. ادي له زومبيز. اهو خد خد خد. الله 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 هيطلع الحاجات اللي في جيبه. ابعد عنده بقى. ابعد عنه عشان هيعمل دوشه ده. يلا يا بابا بس بس ابعد. الله تضرب. طب خد. تعالوا الضربه القاضيه اهي. خد اهي. صب لك وشك. تعالوا خش خش بالخانه دي. صح كده. تعالوا تعال تعال خش خش في الخنقة. ايه ده رماني بحاجة. فينهم؟ الله 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 الله. انتوا جيتوا منين؟ انتوا جيتوا منين؟ خططوني يا ناقصة بني ادمين وزومبيز. تعال يا حبيبي. يلا السلامة يا حبيبي. خلاص راحوا كده. يلا تعالى بقى. تمام. انت لسه معاهم؟ السلام. نلم منهم بقى شويه حاجات حلوه المفروض ان شاء الله. تعالوا. ايوه ده مهم ده. انت معاكش حاجه؟ ليه كده؟ في حاجات هنا. اوه بس. اوه ده هنا السبلايز بقى اهي. ده هنا الليله كلها اهي. ميوتيشن سامبلز. شفتوا يا جماعه؟ عينات من ايه؟ من كائنات متحولة وحركات. طيب في كاركتر عجيب واقف هناك. بس في شنطة هنا مهمة. الشنطة دي تعالى ناخدها الأول. بس هي خضراء معناها إن في حاجة مميزة. يا كوينس. أوكي مساء الخير حضرتك. بس ممكن تهدى شوية. يلا مع السلامة. المشكلة بقى إن أنا نصيحة يعني اللي بيلعب داينج لايت ما تضربش كل الناس. لان انت لما تضرب كل الناس بتضعف السلاح فبيتكسر فبتخسره. فدي مش لطيفه. وعشان تعمل سلاح تاني بقى لازم تجمع. وممكن تكون انت سلاح مطور واعمل له حاجات زي ما انا عامل عندي دول كده مثلا. فبالتالي طبعا هيكلفك بقى فلوس وحاجات وماتيريالز. انا بقى ايه الكتاب اللي هناك ده بقى مهم جدا. ليه؟ الكتاب دوت معناها ان انت بتروح هناك حضرتك والهيلث بتاعك تزيد ببلاش. قاعده كده ناس قاعدين قاعده لطيفه. قاعده سمر. عارفين قاعده السمر دي يا جماعه؟ هي قاعده السمر. شوفوها دلوقتي انتوا. بص قاعده السمر. هي قاعده السمر. هي اسمها كده. هي دي غالبا ممكن تبقى دي سمر. تعال نشوف كده بقى. نقعد هنا اهو. بص بقى اللي هيحصل يا جماعه. ما هتلاقوا بص على الشمال فوق هتلاقوا ده الهيلث بتاعي هيزيد. يبقى انا كده برضو ايه ده ذكاء. ليه؟ ما استخدمش الماتيريال بتاعتي. نخليها بس لما اكون فعلا مزنوق في حته مثلا لازم اكون اعمل هيلث. مفيش الكامب فاير دوت مثلا. فانا كده انا تمام. بصوا الهيلث بيزيد ببلاش. ما استخدمتش اي حاجه. مش مستعجل. هروح على كده على المكان بتاع الميشن وانا مليان على الاخر. فنسيبه يكملي كده براحته. هو بياخد وقت بس. هي دي بس الحاجه المستفزه. سواء انت تريح. They had just closed the gates. ممكن بقى تسمع القصه اللطيفه اللي بتحكيها العظيمه ديت وممكن تتجاهلها تماما وتعمل زي ما انا بعمل كده. تقعد تتكلم مع الناس اللي حواليك وبتاع. ما عندكش مشكله لان مبدئيا اللي بيتقال مش مهم. بس ممكن يبقى مهم ان انت تعرف القصه لكن مش مهم للعبه خالص. Sometimes a sniper on the walls would have mercy and help. Eventually some guy showed up. Told us he'd smuggle us in through the sewers. ممتاز جدا. As soon as we got past the wall, احنا شغالين كويس يا جماعه ان شاء الله. Disappeared with all our stuff. Then a patrol caught us. Packed us in a truck. Laughing that they were taking us to. طيب انا قربت مني اهو خلاص. We slept on pallet beds. Everyone fit for work dug latrines. And graves. One meal a day.
No blankets. We were sick for almost ممتاز جدا كده، انا تمام خلاص. يلا بينا بقى يا جماعه يوم تك. معلش يا جماعه هستاذنكم بس عشان عندي مهام اهم من التمرد كتير. طيب فيها ميزه جامده جدا، شايفين بتاع الازرق العظيم ده، دي معناها ان في هنا سايد ميشن، في زومبيز هنا ايه مولعين الدنيا. طيب زومبيز كتير ان شاء الله، هم اكتر قوي بصراحه. مساء الخير والله، وانت قايم عيب عليك يا اخي. صح انت راجل بتتغدى وبتاكل، ازعجك؟ مساء الخير يا جماعه. اهم حاجه ما تعملش فيها بقى السبع رجاله وتقعد تضرب في الناس دي. اول حاجه طبعا ممكن تموت لان الاستامينا بتاعتك هتخلص، غير كده كده بقى السلاح بتاعك هيتدمر، وزي ما احنا قلنا بقى ماتيريال ووجع راس. طب وليه؟ وانت مش ملزم يعني، مش طالبه منك ده. طب الله اكبر، ده انا مت. يا نهار ابيض عليا، ده انا نطيت وفاكر ان وراها العماره لازقه. يا نهار ابيض عليا، فهمت بقى يا جماعه؟ فانت ما تضحيش، بالعقل كده بالراحه، مستمر كده زي ما انت كنت بتعمل وخلاص. مساء الخير يا جماعه، اهلا وسهلا، ايه الاخبار؟ ماشي زي ما انت. والله والله ما انت ايه، فين الميشن يا جماعه؟ يا جماعه الميشن راحت فين يا جماعه؟ ده انا عندها. اوه واو، طيب هي فين بقى؟ اه ده هنا اهي. اه يوز، اه اكسباير دي باركور تشالنج شيزام، قال لك لازم تاخد على الاقل برونز. ثلاث دقايق ونص. طيب تعال نجرب مش هنخسر حاجه. نعمل ايه حضرتك؟ هجري. سلام، بسرعه بسرعه يا بطل، بسرعه يا بطل، فيك اكتر من كده. هم عايزين نروح عند الحته دي. مساء الخير، روح روح. وشي زين، اجري اجري اجري. ممتاز، فين الباقي؟ في واحد هناك اهي. حلو، روح 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 روح، في واحدة مية اهي، الحق نفسك. صح كده، روح روح روح. حلو حلو حلو، اجري اجري اجري، انت كويس انت كويس انت كويس انت كويس انت كويس. اوو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 و
يا وائل ما مسكتهاش ليه؟ ده تعطلني دي. أخيرا بقى هناك ايه؟ قرب يضرب الدمر. قالك دقيقتين ونص اخد الذهب. خليني من تحت كده اجري. مش هلحق دقيقتين ونص، هي الوقعة اللي فاتت دي هي اللي دمرتني، ولا هلحق ان شاء الله. يا اخي يا اخي عطلني، والله عطلني اللي حصل ده. بتاع ايه اصلا؟ خدت السيلفر، كنت اخد الجولد والله. يلا مش مشكلة، خدت الجولد. 5 ثواني مش مشكلة. طيب انا كده عملتها، اروح للراجل ده بفوت اتكلم معاه في حاجة بقى.
I met one guy who ate a sausage sandwich and he was fine. He even called it tasty. Awesome. Thank you. Got some spare time? Because if you do, because I got another sausage run to prevent the run. This isn't an urgent race like the last one, but in this weather, you have to be careful with food. The faster it lands in someone's stomach, the better for everyone. ماشي. عارف في تشالنجز بقى كتيرة بقى والكلام ده كله. مش مهم بقى خلاص. كده احنا تمام التمام. خدت باركور مانيوال. في مانيوال معين اخدته. بيعمل حاجة. طيب انا اعمل حاجة لطيفة بس نشوف كده احنا عملناها خلاص. تشيرز. دي بتاعت المية. الاكتيفيتيز. تشالنجز. لا طب انا عايز الكوستات دول بقى. في الدي ال سي. والله الدي ال سي دي ممكن اروح لها. هي فين الدي ال سي هنا؟ تعال نروح لها. دي المفروض حاجه في الدي ال سي. احنا قربنا اصلا من ليفل 3 المفروض ان شاء الله. طيب خلينا كده في الانفنتوري. احنا كويسين ممتاز جدا. سكيلز الدنيا وحاجتين. لا دي مش عايزها. دي اللي بيمشي على البتاع دي مهمه. دي بقى بيجامب الراجل جامد. temporary increase your movement speed which allows you to jump across. دي حلوة دي بصراحة. ودي ممكن تزودني اكتر. تزودني اكتر. طيب خلينا نعمل ده مناسب. وهنا لما نعلى بالهيلث شوية هنظبط الأداء ان شاء الله. يلا بينا نروح المكان العظيم اللي هو هنا. ماشي يلا بينا. الاول في حاجة ليها علاقة ب عايزين نكتشفها ولا حاجة. ايوه ماشي. ادي مكان change the city alignment bring electricity to the zone. ماشي في اي حاجة تطلع لي مربع تاني طول ما النقطة بس في النص كده يا جماعة يبقى مفيش حاجة جديدة يعني. لكن اول ما تلاقوا مربع ظهر يبقى معناه ان في حاجة. تبدأ بقى تمشي في الاتجاه لحد ما ايه المربع ده يصغر وبعدين بتلاقي زي فايبريشن بسيط كده في الكنترولر يبين لك ان ايه ان في حاجه. فاهمين قصدي ايه؟ لازم الزومبيز اختفوا فجاه. مساء الخير انت كويس؟ طيب يو جوت تو تراست ذم. فعلا لازم تثق فيهم. مساء الخير يا جماعه. في هنا ال بتاع الزرق دي معناها ان في برضو حاجة هنا الناس بتحميها ممكن نستفيد منها جدا. العب. مساء الخير يا نهار ابيض. ليه؟ طب انا ما قلتلكش حاجة بقى. انا جاي اضربك انت اللي عملت فيا كده. تعالى بس اوعى يا ريت. اوعى. مين ده؟ يا نهار ابيض. اطلع فوق. ايوه كده شكرا. بس كده خليهم بقى يضربوا في الزومبيز بقى. فينهم ماما؟ ايوه خلي الزومبيز كده. ايه ده ضربني في حاجه؟ هم شغالين عليهم اهو الحمد لله. هو الراجل ده جامد شكله. فينه بقى؟ اديله يا وائل. تعالى بقى. سلام. بس اقعد بقى انت كده.
خد سلامة. بس خليكم انتوا هنا بقى كده، انا بقى خليني الم الحاجه. بس حلو الحركه دي، عملت لهم دوشه، جبت لهم زومبيز قالوا فيهم نقصوهم شويه، وانا برضو ايه جيت في وسط الزحمه كده. العاب كويسه انا عملتها. ايه الراجل ده اكيد معاه حاجه كويسه، اه معاه شويه فلوس حلوين اهو. يا استاذنا يعني حضرتك الباب مفتوح، اه بس خش يعني خبط الاول سلم عليا. في صاحبه التاني برضه انا اكيد معاه حاجات طبعا. اهلا وسهلا. بس يا بابا بس 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 بقى بس بقى بس بقى بس بقى ده انتوا مزعجين قوي. في الشخص اللي كان موجود هنا في الاول اللي انا ضربته هو ده، اه ايوه كان الاول خالص كان عامل ازعاج وقاعد معاه زماره كده بينادي بيها الناس. ماشي حلو الكلام ده. مساء الخير، اهلا وسهلا وسهلا بيك. انا بس رايح الميشن بتاعتي. ايه عايزين ايه؟ ده مين ده؟ في حد بيجري هناك اهو. خد 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 تعال. تعمل ايه انت؟ يا حبيبي بس يا حبيبي ده باندت، اه ده واحد كان حرامي سارق حاجه وبيجري. عيني بقى جاله بقى اللي ما بيرحمش جاي تعالالي. امال ايه؟ هنا بقى في تورنمنت على كلامهم. ايه بقى موضوع التورنمنت؟ تعال نخش نشوف ايه الاخبار. بتاع باب مساء الخير. قال لك باسورد. ايه ده؟ ما عنديش باسورد. كان سنتي. استنى طب هو انا المفروض كنت اقول حاجه ولا ايه؟ ده انا ضايع جدا. ايه ده؟ كنت واخد بالي. كيك از لاي. كيك از لاي. وود يو كايندلي. كان سنتي. This works only for Larry. You don't look Larry to me. The cake is a lie. I think you've mistaken the portal, pal. Would you kindly? Shockingly, wrong answer. Get lost. I don't know. So, it's not a place for you. The password, يا جماعة. The fight qualifiers. Right. But it's gonna be me. Sorry, boss. That's my destiny. Oh. أهلا وسهلا بيك حبيبي. Good to know. معاك أي باسورد أي مصلحة؟ That's me in a few days. Is this your weight class? He's fat. I'm not. Speed counts. And like that, I'm gone. So they keep asking me for this password that you wouldn't know it, would you? Hey. Hey, you hear me? ده جيري. راح فين؟ انت بتجري تسلط حاجه ولا ايه؟ no. Oh, no. Wait. انت استاذ. Hey, punk! You took my money! اه سرقني شفته؟ Well, gee, thanks. Oh, that little fucker. سرقني وجري بيه. التورنمنت مصيبه. انا لازم اجري ورا البني ادم ده الحق. تعالى لي يا حبيبي. تعالى لي. مش هسيبك. اطلع 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 اطلع. ماشي. راح فين؟ هو راح فين؟ follow the trail. اه في تريل؟ اه اهو. ماشي. تريل اهو. اه دخل جوه هنا يعني. يلا يلا بجد. بعدوا 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 بقى. ما طب انتوا جت دوشة برضه. انا مش عايز حد منكم بقى بلد اروح بقى تحت عندي بقى انت كمان. انا فلوسي اتسرقت. راح فين؟ معلش بقى نشوف الحاجات دي بعدين بقى. الوقت بيجري. اهو. كويس ماشي. حلو. فين؟ اهو. حلو. حلو.
حلو. اكيد طلعت فوق هنا بقى صح ولا ايه؟ وين؟ انا ده هنا. ده هنا البيت. الله. اخش ازاي؟ هو دخل جوه هنا. دخل جوه منين طيب؟ في باب. انا اخش من هنا اهو. معلش يا جماعة السلام عليكم. معلش مش عايز ازعج منكم. استنى شوية بقى. نطلع السلالم فوق. I did this for you. Dad? Dad. هو فين؟ أستاذ بيتكلم. Get inside the building. Which building? This building? طب ما انا كنت جوه البيلدينج اوريدي. طلعت بالعافية. طيب نخش تاني. حاضر فوق. حاضر مش عايز يطلع. بس ابعد بقى. يبقى انا لازم اموت الناس تحت مثلا عشان اخش. كاتش ذا ثيف جيت انسايد ذا بيلدينج. ايه يا استاذنا فجيت بيه ولا ايه؟ calm down okay say we go halves deal say I smash your face in counter offer I get 25% oh I'm definitely gonna smash your face in shit okay stop here now tell me why entry fee for the fights I can win, then pay you. Fuck! I thought I was lucky. مساء الخير. Help me, boss. You won't get out alive. تعال. انت معهم ايه ده؟ ده جالي لعيب من بره نلعب مع بعض. ممتاز جدا الموضوع ده. طيب معانا حد بيساعد اهو. دي حاجة كويسة. حضرتك ايه يا فندم؟ زومبي؟ انت بتتفرج عليا؟ تعالى طيب خلاص. انت تافه جدا يعني. مش غريب صح يا جماعة؟ طيب. ممتاز يا جماعة جدا. ادينا خلصنا الزومبي زي بيه. حرامي تعالى لي بقى. I mean me. But at least you didn't get in my way. I can see you've got potential. The potential to kick your ass. See? You're a smart ass like me. We can be a great team. Destiny. Yeah, more like robbery. Au contraire. I'm gonna make you rich and famous. Said you want to qualify for the tournament at Carnage Hall, huh? Well, I know the password. Go back to the baptistry and meet me there. So what is the password? First blood. Oh, and bring that money of yours for the entry fee. Just don't lose it again, okay?
First blood. يا ترى هي فعلا باسورد ديت ولا الراجل التاني ده بيضحك عليا ولا الاستاذ العظيم فين؟ المفروض كده لما انا بعمل كده بيظبطني هو حاجات اسلحه وبتاع. اديني شويه اسلحه. معكش اسلحه يا استاذنا؟ رمى حاجة. الله عليك الله عليك الله عليك وعلى اسلحتك الواو. يا نهار ابيض. لا استنى بقى انا هنفضي ده. رمى اسلحة تجنن يا جماعة. ارمي بقى دي 200. لا دي جامدة دي. طيب ناخد دي ودي 300. وي ما شاء الله. نرمي حاجة تكون ضعيفة بقى. عندي حاجة ضعيفة يا جماعة. 400 قرش زام. دول ضعف. دول 300 قرش زام. What shall I do? واو شوية أسلحة واو. طيب نرمي ده عشان في واحد في الأرض. 300 وي راح فين بقى؟ هو مشي. طيب نزل تحت. كتر خير والله. الراجل برضو محترم يا جماعه بعد اذنكم. يعني الواحد يقول لي ولا عليه. الراجل برضو ظبطنا. كنا بنحلم احنا بالموضوع ده والحمد لله ظبط لنا الدنيا. طب نخش جوه كده. ده في كاركتر هنا زومبي. بس انا عايز الم لي شويه حاجات. هنا بقى تلاقي ماتيريال. اهم حاجه ماتيريال. ايه على طول خش هنا جوه. في جوه هنا حلو ده بينفعنا بالليل ده. طيب حلو. في واحد هنا فوق اهي. مساء الخير. الباب ده بقى ايه بقى؟ احنا دخلنا منه صح؟ يب. نطلع فوق. قال لي بقى ايه اسمه؟ فيرست بلاد صح كده؟ مش هو قال كده؟ انا متبهدل خالص هيلث على فكره يا جماعه. عايزين كتاب. مفيش حته هنا فيها كتاب. هو الراجل فين يا جماعه؟ الراجل المحترم ده ظبطنا ومشي. قال لك كده. قلت لك يا نهار ابيض. بعيد عني. الكتاب اهو. بس انا رايح للكتاب. انا الكتاب يا جماعه ده اهم حاجه عندي. اروح اقعد في قعدة السمر اللي انتوا عارفينها اهي. مساء الخير. نملة بس هيلث يا جماعه بعد اذنكم. انتوا ممكن تحكوا حاجه بقى تحكوش حاجه. انا اتجاهلكم تماما. ممتاز جدا يا جماعة. ناقص لي حبة صغيرين اهو. اول ما يتملوا نمشي على طول. يلا بينا احنا كده تمام يا جماعه. معلش يا جماعه انا هسيبكم بقى استاذن. عندي حاجه مهمه شويه. الراجل اللي معايا بقى ايه كتر خيره طبعا. سواء بقى راح بقى حس ان ايه بس ايه اتفرج ولا ايه؟ ابعد. يلا انجوي. يلا انت بترمي حاجات؟ بترمي عليها حاجات؟ زومبيز كمان.
زومبيز صحية ناقصة. بس بس ابعد ابعد ابعد. استمنى عندي راحت خالص. اهدوا بس اهدوا. انت خطير، انت فيك حاجة مختلفة. بس في الركبة دي دمرت. ده كان معاه حاجات تانية، معاه ساعة. قالك معاه ساعة، طلعنا بساعة يا جماعة. زومبي لابس ساعة، مش مهم. المهم برضو الراجل ايه، المهم بقى الراجل العظيم دوت اللي ساب لنا اسلحة، بصراحة اسلحة جبارة. ابعدوا ابعدوا ابعدوا، عايز اروح هناك انا. بعدين بقى، بعدين بقى في الزحمة دي. معلش، السلام عليكم. هطلع فوق تاني بقى زي ما قال اهو. قال لك فيرست بلاد صح كده؟ ايه قال ايه؟ يوه تليبورت لير، تعال يا ابني. انا فيرست بلاد، لا ده انا فاهم قوي، خلي بالك. ايوه باسورد فيرست بلاد ان يو جو. طلع الكلمة صح يا جماعة، وكنا نازلين من الراجل العظيم. ممتاز، مساء الخير يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ في حقيقي في هنا كوينات بتبقى كويس جدا. امتي قالك، يا ساتر بداية غير موفقة. في شنطة هنا ممكن عليك نقلبها واحنا واقفين كده. ماشي امتي برضو. ماشي مساء الخير يا فندم. انا سالم، انا سالم. سمعنا عندكم تورنمنت كده. واتش يا جدع. انا جاي العب. لا انا جاي العب. واو فيرست تايم سين يو اراوند هير. هو سنت يو؟ ايزي روي ايزي. ايدن هيرز ماي بوي. ويت، هاو دو يو نو ماي نيم؟ اي نو ماي سيتي اند هو كمز ان. ايم شيرو اند ا بيج بوسي. You're a big dick. Without one. Huh? Wanna get your ass kicked again? Last time left you wanting more. Last time was just bad luck. Now I got him. Sign us up. Who's us? We means us. You know the ropes. I do. We're a team. انا مش مطمن له. A winning team. Chiro and Aiden. Sounds like money and victory. You signed us up for prize fight. عايز مصلحة يعني. Hey, if you want to do it for free, go ahead. More for me. Oh, you're really getting on my nerves, you know that? That's the spirit. Ready to rumble, boss. طيب يلا بينا. Champ, you win. I hope. All right. Tatsuo here is the best engineer in town. He'll give you a real weapon. شكرا. See, العاقبة هي مصلحة. Yeah, thanks. I've got my own. Not here. This ain't a border town. It's the baptistry. We got culture. You get what they get. Equal fights for all. You gonna take it or leave it? Is this some kind of prop? You don't have to kill anybody yet, killer. Yeah, and that's bullshit. What about that thing there? Not a thing. A prototype. Not for you. Here, take. Chiro, take Kira to the place you always get your ass kicked. موضوع كبير يا جماعة. مساء الخير يا استاذنا. I think I regret this. I don't, boss. I only bet on real fighters. The inaugural event of the existence. Amateurs battle to join our ranks to prove what they're made of. A free for all. Last fighter standing are the winners.
حنشوف باقي الاسف صح. Win your first fight, protect you. ضربت الواد. سلام. سلامة كلهم اهو. شفت هموت انا من نص على فكرة. ظبطت. واو. ايه اللي هيحصل بقى؟ ده شكله الناس عارفه ان هو اي كلام. Good kid, but trouble. Especially if his father thinks you're trouble. Here, you earned it. Yes, salam. What the hell is happening? Life. Nobody taught me either. That's my problem. My father was a legend. Once. At Carnage Hall. Only true arena in the city. But they betrayed him and killed my brother. Mean bad order. So you want revenge? Yeah. That feels like all I have sometimes. Hello. What the? Yes. Hey. إيه بقى الحركات دي؟ إيه بقى الموضوع ده؟ ده في حاجة غاز جي دوخنا كلنا ووقعنا. الناس بتقلب. سكالفيس مين سكالفيس؟ مش الجمجمة يعني.
Where is it at? I heard you got a new toy. Not for you! Wrong. It's for me and only me. So you had to use gas? Equal fights for. Ah. It's never equal. Ever. You hear? الجهاز اللي كان بره البروتوتايب ده هو اللي كان عايزه صح كده. في حاجة ورا الجهاز ده. نيمسيس تروفي ايرند عباره عن ايه تروفي دي 10% اوكي كونتينيو That's why I keep burying all you assholes. You're nothing but shit stains on my suit. Here for the. طب هو ليه عنيف كده؟ ما عملتلوش حاجه. You got it. شكرا بقى يا ايريك. Let infected in. She's in. Bloody ties. She's in. دي حاجة من الأدونز يا جماعة مش من اللعبة الأساسية دي حاجة من الإضافات اللي اتحطت فبرضو حاجة لذيذة يعني فعشان كده تجربها وأنا معاكم أكيد هيطلع منها حاجات حلوة معايا الصديق العزيز أهو طيب يلا بينا المفروض أعمل إيه بقى؟ Hold the arc against infected ماشي بس هاري بس بس مع السلامة السلام سلامة سلامة اهو 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 يلا 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 بالسلامة اهي وشه اهي جربته في القضية اهو تعال تعال في مين تاني في مين تعال 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 انت بتعمل ايه بتعمل ايه تعال 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 اهو بالسلامة تعال اهو بالسلامة تعال اهي تعال اهي اهي بس يلا بالسلامة في واحد هناك دان اوه واو في تاني يا جماعة دي انط اوكي اولوز ولا ايه اولوز اون ايوه نور ده صح كده هيتحرق كده طيب يلا اتحرق موت موت يلا بالسلامة اضرب بس كده يا تاني منهم اصلي يا رجال فين بقى فوق يلا في شنط هنا في حاجات وبتاع في حاجه اتاخدت الله كتر خيرك والله كانت امتي بقى لها فتره خلصت ايوه بالظبط مش عايزين حد هيبقى عمال يعمل ايه اوكي لمينا لمة حلوة يلا بينا You all right? No. No. I thought I was dead. Yeah, good job with the generator. What? What? Oh, yeah. Yeah. Piece of cake. Thank you. You bastard.
هو فين الراجل اللي التاني غدر بينا مين ده ابوه ولا ايه He just turned on the UV lights. If it wasn't for him... The hell he did. I fired up the second generator. The other one's totally destroyed. I was about to tell you. I swear. Stop making me mad, boy. I don't feed you to die in a pit. Stay away from my son. Got it? شفته؟ تلقوا نحسن نبو. How is he? Not sure. Don't look good. Every time. I need some air. Let's talk on the roof. I'll tell you about Skullface. مين Skullface ده يا جماعة؟ عم مشاكل. نفهم بقى. Ain't feeding you. Yeah, well, fuck you. So, who is he? My father. Ogar, the ex-champion. I mean the wacko in the mask. Right. Skullface. New champion of Carnage Hall. Small world. What about your father? What about him? He used to be strong. Not anymore. How come? He's a coward. Didn't move a muscle as they killed my brother. That's a champion? Even Skullface wouldn't stand by. Okay. Tell me about Skullface. The fucker has everything. Money, prestige, a sweet weapon. And he takes everything else he wants. You sound pretty jealous. Of course I'm jealous. If I was like him, my father wouldn't... So, how do you get into Carnage Hall? Practice. It's the only arena like the old Coliseum or Madison Square Garden. Like I said, power, prestige. Who can take part in these fights? Only the best. Like me. And you. Gotta pass three tryouts in the city. Look on the map. Scouts watch everybody who enters. Each tryout has different rules and tests a different skill. But they all got one thing in common. Gotta be real good to move on up. Or fucking nuts. And you are... Both. And that's why I'll win. Whether my father likes it or not. You'd try too if you got balls. Who knows? Maybe we'll bump into each other again. See ya, Aiden. You're all right, man. ماشي ان هو اداني بقى تلات اماكن في الماب المفروض ان انا يعني هعمل فيهم حاجه معاها التلاته دول هيدخلوني الشامبيون شيب الثانيه اللي قال عليها هبصوا finish the like the win the challenge with at least bronze واللي بعديها برضه bronze واللي بعديها bronze دول تلات حاجات لازم اخلصهم bronze كلهم لو خلصتهم كلهم bronze so wow that's it انا دلوقتي بصراحه رقم صاري معاكم بقى دي ايه دي اي كلام انا هعمل انا خلاص هروح بقى مكان عشان انام ويعمل سيف ونلعب بكره تاني لو انتوا اوكي انا معرفش انتوا نظامكم ايه حابين الموضوع ولا الموضوع بالنسبه لكم مش حلو عرفوني بس عشان هتفرق معايا انا شخصيا اعرف اكمل معاكم فيديو تالت ولا اعمل ايه بالظبط ماشي طيب اقرب حاجه فين اقرب ماب اقرب قصدي سيف هاوس اوكي نعم خلينا نروح هنا بس عايز هو في سرير لا السرير هنا اهو ليه بعمل في نفسي بس فين بقى خلينا الاول نشوف لو فيه حاجه تتعمل ايوه بلم ظهرت دي يا في شايفين بتضيق ازاي اهو ايوه دي حاجه جديده اهي اكتيفيت سيف هاوس برضو في برضو هنا بصوا الرعشه اشتغلت
ادي هنا برضو في دروب، دي جامده الدروب دي. في كده ممكن انزل تحت، ايوه في هنا رعشه، شكرا. في دروب تاني هناك كده، بتكبر كده بتصغر، ايوه بتكبر، ايوه هنا كده في حاجه هنا، اي شكرا. بس كده انا تمام. الاماكن دي بقى المفروض اعملها اكتيفيشن عشان تفتح لي سيف هاوسز، والسيف هاوسز طبعا انتوا عارفين قيمته، يعني هتلاقي بقى مكان تنام فيه سيف هاوس. سيف هاوس طيب، في عندي الله الله الله، الراجل اللي راكب باراشوت وطار. في دي 93، ده هنا في بيت اهو. ايه البيت ده بقى؟ بس انا مفهمتش هو عايز ايه البيت ده، عايز ايه بقى؟ لا يبقى خلينا نسلمها الاول عشان نقفل. معلش قدر الله مش هتعرف. اه دي عالية دي، ايوه سلام. معلش متزعقش. طيب مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم. انا هطلع فوق اهو، بس مش دعوه بحد. سلامة اهو، بالسلامة. السرير فين يا جماعة؟ اذنكم. ايوه شكرا، ايوه معلش هنام. بس اهو، وبعدين هنصحى الصبح، هصحى كده بالليل، هنام تاني عشان يحصل، اتاكد ان السيف حصل، وبعد كده نقفل ونكمل معاكم بكره ان شاء الله. عرفوني في الكومنتات اذا كانت اللعبه عجباكم ولا لا، مبسوطين ولا ما سجلش تاني بقى خلاص. عرفوني خلاص، يلا باي باي.